أظن أن حالته خطيرة جدا، بل ميؤوس منها. ما زالت ساعات قليلة ويموت. ما يقدرش يموت، لازم تسلكو. مولاتي، واش تقولي كان نجيبو هذاك مسعود؟ بلاك نجمد به. اسمع يا ابو الكرب، نوض نوض وقت كبل هكا راح نقيبستو في زوج. على دي ياك علاش 30 سنة وانا نخمم باش درت هذا الاله باش نروح للفيتور. مانيش حاب نولي اللور. على دي ياك بلي طاحت عليا البلية يا ربي، بلي طاحت عليا المصيبة. كيفاش مانيش قادر نداوي بصحتك؟ مش ماشي نورمال. اسمع شوف حبيبي، روحوا غير بالعقل. نقول لك نوعدك نوعدك، وسقسي ولاد الحومه يعرفوا لي انا عندي كلمه. لو كان تنوض راح نجيب لك واحد الكرت من بوسعاده فور. سقسي تشوف كيفاش تاع المنطقه وش يقولوا لك. مخك نحبسه لك. كيفاش حالت بوكرون؟ او هاي باع يا اخي سمعتيه؟ راهو هاي كيما تحبي مولاتي. مولاتي سي بون، تقدري تلقيني راه تزاه. لا واحد دابا نستناو بوزلوف. مسعود راهو ضيفنا، والعشية راح نديرو له عشاء على خاطر سلك بوكرون. ومنا والفوق راهو تحت حماية الملكة هيدورا. تفضل. الملكة عطتك حجرة المسامحة، يعني من اليوم وروح أي غلطة تديرها راح تسمحك عليها، والقصر راح يكون تحت خدمة ديالك. تفضل معي يا سي مسعود. تفضل معي يا سي مسعود. ها دوك ساي دخلتك الفهمة، شو نضربك بحجر الدم تاعك يطير. نقصر معك ودير لي والو. هاد الحجرة خليها، تحتاجها وقت الشدة. بدي لي والو. تفكر كي كنت صغيرة بابا جابك هدية ليا، كانت أحلى حاجة في حياتي. اليوم كامل مات وقعدنا غير أنا وياك. لوبيا لي محينا نفختي لي مصرانا، الله الله والناس جيعانا تاكل فرحانا، الله الله
اللوبيا دوختي لي راسي في القصر نقاسي. الله الله واش جابك لهنا؟ عايش بدراحك لهيك. واش طيبتي لنا اليوم ثاني؟ واش حبيتني نطيب لك؟ اللوبيا كي العادة. نصف عليك حنش. نصف تشنفو ياه. لوبيا لوبيا لوبيا. السيدة هلكتي لو كاع مصانو. عمرتي بلي كاع صاحبتي واش عرفتي ديري؟ اه وي سي مسعود راك غلط. يا هما موالفين باللوبيا. وانا الاولين في الغاز ماشي في باطل. الله يفرحك شرف كبير يسمع. ما نكذبش عليك انا ما نبدلش. قال لك ما تولفوا ما تلفوا. حبيت نسقسيك انت تقدر تبدل ايكيب ناجحه؟ هذه هضره تاع ليكيب ناسيونال هذه شوفني ما يهمنيش. انا اللي يهمني ضربت فيها تتويشه ودوكا راني نحس روحي بناء دم. اي بلا بصحتك. الله يسلمك. هاني نستنى بقدر فيها ماكله. الله الله سخونه. اه المصاريني ونروح لهذاك الفراش العزيز نعطيها تقسيله. هيا قول لي كذبت عليك انا كي قلت لك الملكه هي دوره بلي بزاف ناس ملاح. ناس ملاح؟ اسمعي اسمعي انا قريب طيرت لي راسي. بون هو اللي سلكني هذاك الكبش بولكرون. معليش معليش نقدروا نقولوا ناس ملاح. تعرفي كاش مارشي مليح الواحد يروح يقضي فيه عقده باش ياه. اه نعرف مارشيات صح. وكاين واحد المارشي بزاف شباب. روح شوف مع زميمر يديك ليه. زميمر؟ ايه زميمر وعنده معارف صحاح يا زميمر. هيا بابا يا مسعود. ويديروا لك فيها سومة حنونة. هاي لافير. هيا بابا. يعطيكم الصحة على العشاء كان هايل. مسارق بخير عيني هذا قاعد يسهل بزاف يا ما شكيتش الروح هذا. الله يكثر رزق ربي يحفظكم ان شاء الله. صح نقول لك انت حلاب من نوع رافع. أنايا أنا وزير ومستشار وشاعر المملكة. ساتو معك واقيلا نقولوا حلابه. جبتها. مولاتي هذه قلب اللوز دارتها لوبيا. علمها لها سي مسعود يعطيه الصحه. جات بزاف بنينه. علمت لها غير شويه اللي نعرفها باسكو انا مع مرتي ما طيبه والو نغسل لبعض. وشنو كان نجيب لكم مرتي تونسيه تخدم واحد قلب اللوز صبعتكم تاكلوهم ورا. ايه هذه زمان وزمان ما ذقتش اللوز من وقت اللوزية. تفيق لي خالتي عينيك قيم بساملك. خويا شوف شوف كيف رايح شمامة ومهما هدر معاه ونتفاهمه ونديره عرس كبير كبير. شحال بنين. يعطيك الصحة سي مسعود. قلب اللوز دزاير هايل. على حسب الحطابة اللي يعجبكم كما تقولوا انتوما. مسعود سلكت بوغرون وكما يقول مقيبس قيبسنا بحيلو تاع الجزائر بنين بزاف. وعلى هاد الشيء تقدر تطلب واش تحب. نطلب واش تحب مولاتي. تقدر تطلب واش تحب. انا نحب
ولاتي وصلتنا رسالة من عند الملكة الحية. تفضل بوزلوف، ما كان حتى واحد غريب تقدر تقراها. أنا سمعنا باللي كبش بقرون راهو مليح، بصح لازم تعرفي باللي بقرون كان مجرد طعم، والفريسة نتاعنا هي الملكة هيدورا، والسحر اللي جبتوه مسعود راهو قوي، بصح يكون عشانا في الفرحة نتاعنا مقطعون رجليه ونشويوه. ملك الحية مولاتي، مادام القايد بوزلوف وطاكتاو بجنبك ما عندك علاش تخاف. مولاتي كاين غير انا ولا واشن، انا اللي جي شويني، انا اللي جي قطع لي راسي، مما انا خاطيني، انا خاطيني ها. بصح انا حاجة بك على بالي بها، على بالي باللي انا ماشي راح نسلك على خير في العالم تاعكم هذا. مسعود ما تخافش، مادام راك في المملكة تاعي حتى واحد ما يدنا لك. بصح شكون هذه الملكة حية هذه؟ تاكتا وتفضل. اسف على التأخير مولاتي. مسعود، الملكة حية هي عدوة ملكة هيدورا اللي حابة تدي لها العرش بأي ثمن، والكرسي هذا ما جاش هكذا برك، ما جاش بالساهل. باباها اللي حارب عليه والدليل شوف السيوف اللي هم معلقين في الكرسي تاعنا، حاب يقول كل واحد بمعركة باش يحمي هاد المملكة. ما حبش تفهم ولادا، استعملت الشعب هذا السحر ورمت اللعنة على ملكة هيدورا. ونطلب منكم يكون عندكم الوعي باش نبقاو ديما متحدين باش نحميو المملكة تاعنا وما خلاش تشتت على يد حية كيما هذه. صحة مولاتي، نتسخ شيخ سؤال. تفضل مسعود. شحال كاين من هذا الحية هذه؟ 2000 مكان. علاش؟ كيف على هذا يا؟ هذه كيفاش تعرف اسمي؟ ما عندها لا تليفون لا فاكس لا انترنت لا ويبسايت لا 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 فايبر لا فيسبوك لا والو. كيف هي مولاتي؟ يسمى مولاتي انا خليت حية في الجزائر، نجي انا دوك هاتيك نلقى حية 30000، ناقص 30000 بناقص كاع. نقول لك حاجة مولاتي، عندكم جاسوس هنا في القصر. جاسوس؟ جاسوس؟ مولاتي في وسطنا. جاسوس؟ او دوار على سلامتك، على بالك بقرون شعاره ما تقيبس لنا وحنا شعاره ما تقيبس لنا معاه. دوار هذا اسمه مسعود، طاح علينا نسمه وجم الجزائر، سلك بقرون وقيبس لنا بواحد الماكله شحال بنينه واسمها قلب اللوز، تقيبس بالبنه. على سلامتك اميره دواره، كيفاش كانت السفره تاعك؟ مولاتي عمتي الملكة كرعين راهي تسلم عليك وبعثت لك زيت زيتون خاص، زيت يشربوه غير الملوك كما الملكة العظيمة ملكة الملوك والعشر مملكات الملكة هيدورا. شكرا دوار. تفضلي مولاتي. علاش راكي تبكي؟ بوك بوك يا فيفي، بوك لا خطفو لا مشي مع امرأة، بوك خدمتلو كل لاباري المحنونة ومشي للفيتور. كل شيء كتبولي لهنا، توا قديش لي ملي قولي ما نمشي لما نكتب لك جواب، وانا كي نظافت تحت الخزانة لقيتو طايح غادي. ايه ماما على بالك خلعتيني. اسمع بابا نجح، هبالك بابا عبقاري نستعرف به. ماني نخمم عليه يا بنيتي، كيفاش راهو داير بلا ما يشرب زيت زيتون نتاعو دي ما كرشو توجع فيه. حسني شوف شراب يقول. ايه ماما ما تخافيش كاع، عبالك في 30 مين زيت زيتون راح يكون بالويفي. على بيها دار 30 مين، وانا كنت حسبالتي اللي هو دار سمت الكبش. زما راه ما عباد كيفنا ياكلوا كيفنا. وانا وين نعرف على طبالهم يا بنيتي، وين نعرف. اون بلوس راهو يقول ما روش حيطول راح يجي قبل العيد. بيبي خليني توا نتفرج في الو يا رب توا وقت. كنت ماشي تمام خرج لي باط مره.
صحتك مولاتي. بصح مولاتي طاقطة وما خلاش قلب اللوز. بابيشا جيب لنا قلب اللوز لطاكطاو. طاكطاو ذوق وقول لي يا. دوك نشوفو. أكيد يعجبك شيخ. سعود هذا حلو بزاف هذا. راسمي ما ماشي تعليل. عندك الحق طاكطاو. أمولاتي راكي كثرتي منه. لحقتي لواحد 14,000 قريرة. حب يقول لازم غدوة تدريبات يتبدلوا. وما تنساوش غدوة عندنا اجتماع مع الشيخ العاقل. ها مولاتي انا نقول لكم صبحوا بخير. مسعود ما قلت ليش وش هو الطلب تاعك؟ ما نسيتيش مولاتي انا حبيت باش نقولك تعطوني الماشينه ديالي ونواظر. وانا حاب سامحيني مولاتي ماذا بيا لو كنت تعطوني شويه بالزيت هذاك. زيت؟ لا لا هذا زيت الملوك يشربوه غير الملوك. يا نواضري صح. ها مولاتي انا راني تعبانه من السفر روح ريح في بيتي. واذا تسمحي لي مولاتي ندي القرعه تاع الزيت نحطها في بيتك على خاطر كي تشربي من هذا الزيت راح يطول في عمرك وتولي من اقوى الملوك كما كان باباك الملك. شكرا دوارة. شكرا لك مولاتي. مولاتي لا تسمحي لي انا ثاني نروح معده تاعي تصطر عليا بدا بيا نرقد الريح. اذنك معاك. يعطيك الصحة. هيا هاي خلاص السهرة كل واحد حقيبته وليته اقصد غرفته. صبحي بخير مولاتي. شيخ العاقل جيناك على قضية خطيرة في المملكة وبإذن من الملكة نطلبوا منك إجراء اجتماع طارئ. رانا شاكين كاين جاسوس في المملكة وهذه النتيجة وصلنا لها على جال البرية اللي وصلتنا من عند العدو. زميمر قرح لنا. رانا سمعنا باللي كبش بوقرون راهو مليح بصح لازم تعرفي باللي بوقرون كان مجرد طعم والفريسة تاعنا ملكة هيدورة. كيفاش الملكة حية تعرف كامل وش صار في المملكة تاعي وتعرف اسم مسعود؟ مولاتي العدو راه قريب. وش نديرو؟ هالجاسوس لازم نلقاوه في أقرب وقت وأنا كان يطيح في يدي ما راحش نخمم دقيقة باش نطيلو راسه. استنى ابو زلوف خليني نسمع رايي الشيخ العاقل. مولاتي الشيخ العاقل راه يقول لكم اذا حكمتوا الجاسوس ما تقتلوهش لازم تنطقوه باش تعرفوا شكون اللي موراه. الخدمه كبيره اللي دارها ما شكيتش يكون وحده. مولاتي المملكه معمره بالجواسيس. كاين ايادي داخلية وآيادي خارجية هي بالذات والمشكل الشخص هذا قريب بزاف لنا.